احنا عندنا ثقة تامة، وبما أننا بدينا في هذه العملية واللجان اللي مرات كان مشينا في التوجه اللي كان مشى فيه السيد الرئيس، كنظن نعطوا الفرصة للسيد الرئيس وعارف الفريق اللي بغى يخدم معاه. هذا الشيء ماشي كيقلل من أي واحد، حنا اللائحة اللي غادي تقدم غادي كنظن الأغلبية غادي تمشي في هذا الاتجاه. أنا الفكرة ديالكم إذا مشينا في واحد السويت ديال جوج لائحات ما يمكنش وماشي قانون بحال كيكون فاضي ويمكن نعملوه، ولكن خصنا نشوفوا اشنو هي النتيجه اللي بغينا للحزب. انا مع الاخوان في التوجه ديالهم، لانه الا ما كاينش اعتراض، الا ما كاينش اعتراض، الا ما غادي يتخاص معايا حتى شي واحد. لا لا ما خصكم توعدوني، لان هذا ماشي موقف ولا شي حاجه، حنا غنشوفوا اشنو هما لي زيكيليبر اللي كاينين وشنو هما الناس اللي يمكن يشتغلوا. إذا درتوا في الثقة بهذا الشيء، أنا مستعد باش ناخذ هذه المسؤولية. ولكن غادي تقاولنا وغادي نمشيو هذه اللائحة وغادي نحطوها وغادي نصوتوا على هذا القانون. صوتوا عليها. غادي نقرا اللائحة واللي ما بقاش سميتو غادي يعلنوا غادي يصوت هو فرحان حالي. اسم محمد عبده، اسم محمد بردود بودلاني، سي عبد القادر سلامه، سي حسن بن عمر، سي عبد الله غازي، سي محمد الرسمه، سي محمد بوهيس، الأخت فاطمة مروان، الأخت نوال متوكي، الأخ منصف الخيار، حسن الفيلالي، أنيس بيرو، نبيل الرميني، حسن العكاشة، محمد القباش، سعيد شباتو، محمد بطريقة، جميلة موسكي، شقيق بن كيران، بدر الطاهري، الموافقون، بهذا يكون المجلس الوطني قد صادق على اعضاء المكتب السياسي. كنشكركم على يعني هذا الحضور المثالي والايجابي اللي تجاوبنا به اليوم، وان شاء الله لنبدا المسار ونمشيو في واحد المرحله جديده ديال اغراس.